بدأ العمل ومنذ أكثر من عام يتضافر بين الفنانين العرب والمسلمين بولاية تكساس الأمريكية، وحينها بدأت ملامح المشروع الثقافي العربي الإسلامي تلوح في الأفق، وتكللت الجهود بأول معرض للفنون الإسلامية في الولاية، حيث تم عرض العديد من اللوحات والصور الفنية التي تحاكي الثقافة العربية والإسلامية. كانت هناك رغبة من قبل المختصين بالفن الإسلامي المعاصر لإقامة معرض للفنون واختيار موقع معروف على مستوى المنطقة لعرض أعمالهم التي تعتبر نوعا ما جديدة على الساحة الفنية، ونستطيع أن نشاهد مدى الإقبال عليه. هذه المرة الأولى التي يتم إقامة معرض من هذا النوع مع محاضرات من قبل المختصين حول تأثير الثقافة الإسلامية على الأعمال الفنية منذ ظهور الإسلام إلى يومنا هذا. مشتركة بلوحة بثلاثية، هي متكونة من ثلاث لوحات اسمها حب، وهي مرتكزة على بس كلمة حب. استعملت الحرفين وكررتهم بطريقة تعبر على مش بس انه يعني يقدر الواحد يقرأ الكلمة، بس يشعر بشعور يعني سلام وحب وتأمل. انا شغلي كمان تجريدي، واستعمال الخط العربي اجا بطريقة تمزج هالتجريد مع الحضارة العربية او الإسلامية بطريقة تجريدية. أمام الوية سامراء الأثرية بالعراق، فقد توسطت المعرض صورتها ووقفت شامخة بتصاميمها الرائعة تستقطب إعجاب الزائرين. فهذه الصورة التقطت منذ سنوات بعدسة إحدى الفنانات الأمريكيات، وفازت بجوائز عديدة منذ ذلك الحين. إنها من أهم وأشهر المساجد على مدى التاريخ. عند ذهابي إلى العراق وزيارتي لمدينة سامراء جلبت انتباهي بشكل كبير، وهذه الصورة واحدة من اللقطات التي صورتها في حياتي وغالبا ما تحصد الجوائز. هذا وقد اعتبر الزائرون إن هذا المعرض الفني هو أفضل رد للذين يحاولون تشويه الثقافة العربية والإسلامية، وخير وسيلة للتواصل مع العالم الغربي. كثير من الناس في تكساس وأمريكا يعتقدون أن الإسلام يدعو للعنف، وهم يجهلون جمال الفن الإسلامي والإبداع الذي قدمه على مر السنين على جميع الأصعدة. وأنا ممتنة للفنانين المشاركين والرسالة التي وصلت للجمهور اليوم هنا. إذن نستطيع أن نقول بأن هذه التجربة هي تجربة فريدة، لأنها المرة الأولى التي تعرض فيها لوحات تحاكي الحضارتين العربية والإسلامية وتنال إعجاب الكثير من الزائرين. من مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، نشوان هاشم لبرنامج مرافق العراقية الثانية.